السلام عليكم، المجد والخلود لشهدائنا الأبرار، ومرحبا بالناس اللي يشاهدوا فينا داخل الوطن وخارج الوطن. الناس اللي معنا نقولكم مرحبا بكم في قناة شوبير دي زاد. اليوم الحصة تاعنا ساعدنا كيفاش وين إشاد وين بعد تألق يوسف بليلي في ثاني مواجهة مع ناديه بريست، وين إشادة كبيرة والإعلام وين إشادة جماهير وإعلامية واسعة في فرنسا ليوسف بليلي، يعني وين قدم يعني وين خطف الدولي الجزائري يوسف بليلي لعب بريست الفرنسي قلوب الجماهير فريقه بعد مشاركته يعني في 140 دقيقة فقط مع فريقه منذ انتقال إلى صفوفه خلال الفترة الانتقالات الشتوية الماضية في صفقة انتقال حر بعد فسخ عقده مع الفريق القطري في ديسمبر الماضي. وشارك بليلي في 60 دقيقة فقط في المباراة الأولى قبل أن يلعب 83 دقيقة خلال فوز فريقه بخمس أهداف لهدف على نادي تور أول أمس في الجولة 24 من الدور الفرنسي. ونجح النجم محارب الصحراء في صناعة الهدف لزميله مارتين من توزيعة رائعة قبل أن يغادر الملعب في الدقيقة 83. ونال بليلي إعجاب الجماهير على مواقع التواصل الاجتماعي تويتر، حيث أشادت بالنجم الجزائري في مشاركة الثانية. وقال أحد المغردين: أصدقائنا الجزائريين لم يبالغوا عندما أثنوا بشكل كبير على يوسف بليلي، إنها صفقة رائعة لبريست. وأضاف الآخر: لجنة التعاقدات ببريست أصابت بشكل كبير عندما تعاقدت مع يوسف بليلي في التحويلات الأخيرة. وكتب مغرد ثالث: كرة القدم ممتعة مع يوسف بليلي. فيما علق الرابع: تمريرة يوسف بليلي لا تصدق. كما كتب الآخر: يوسف بليلي قدم مباراة جيدة، كنت واثق من قدرته على النجاح في الدور الفرنسي نظرا لإمكانياته الفنية، ولو أن تحركاته بدون كرة لم تكن موفقة بشكل كبير في المباراة. ومن جهة أخرى أشادت وسائل الإعلام الفرنسية أيضا بمردود بليلي في ثاني مباراة له في الليغ 1 بعد أن كانت انتقدته في المواجهة الأولى أمام ران، مشيرة إلى أن الدولي الجزائري قادر على تقديم مستويات أفضل بمرور الجولات وتعوده على الدور الفرنسي. شوف بليلي، والله العظيم بليلي، على بالك أنا قلتها ونعاودها، قلتها نهار اللي راه قلت لكم يا ودي أنتم ماكم تهضروا على بليلي 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 قارع له كات مات سام مات قارع له قارع له في الكات مات سام مات قارع له. تعرفوا بليلي يعني غادي يبان بليلي تاع بصح سام مات سات مات قارع تشوف بليلي. برومي ماتش ما تحكموش عليه، دوزيام ماتش يعني ما نحكمش عليه، دوزيام ماتش راه قدم وربح ومنها أمام تور، يعني ما نحكموش عليه بزاف، بعد يبان بعد يبان بعد يبان الصح على بالك، بعد يخدم هو وراه عارف روحو واش غادي يخدم، عارف خدمته. وشاهدنا فينك المدرب اللي قال له يا ودي احنا واهدر، قال له تكلمت مع مع مع, مع بليلي يلعب بدون ضغوطات، ما غاديش نلعبوا الادوار الاولى، حنا نريد يعني نلعبوا المانتيا. قالوا لعب كيما تعرف، وشاهدنا البوست الجديد اللي لعب فيه. وشارك اللاعب الدولي الجزائري يوسف بليلي كاساسي في مباراه ناديه ضد تور في الجوله 24، وقدم بليلي 46 تمريره في مواجهه لزملائه بنسبه نجاح وصلت 85%، كما تقدم تمريرتين مفتاحيتين ونجح في مراوغة واحدة من الستة مراوغات قام بها في اللقاء، وقدم تمريرة حاسمة. كما لمس بليلي الكرة في 63 مرة خلال المواجهة التي انتهت بفوز بريست بخماسية لهدف. وكان يوسف بليلي قد غادر أرضية الميدان في 83 تارك مكانه لزميله جيريمي. نقارعوا باش انا واحد من الناس منيت له خمس اهداف، ما نكذبش عليكم انا قلت غادي ماركي، قلنا بلي غادي ماركي على هذيك. المهم وين بليلي
وين نعرفوا بلي الوقت اللي غادي يلعب فيه، يعني واش راه يقارع منه. ما هي سهله، ما هي ما غاديش تكون سهله، بصح سهله بلاي وين نعرفوا بلي بلاي اللي غادي ما غاديش يكون سهل، ما غاديش يكون سهل في الـ يعني في المباريات اللي جايه غاديش يكون سهل. الناس عم يقولوا بلي المهم حنايا كما يقول لك وين شاهدنا، وين حتى الاعلام، حتى الموقع تاع الصحيفه تاع ليكيب، يعني وين اعتذرت وتراجعت على انتقادها ليوسف بليلي بعد الاداء تاع بليلي. يعني المهم اداء ما كان جيد، بصح اداء يعني وين عرف كيفاش بليلي يعني يرد الاعتبار روحو في مباراة ثانية، يعني بعد ما شاهدنا الاعلام وين انتقد بليلي بزاف وانتقدوه، وين يعني وين حوسوا كيفاش يطيحوله من القيمة تاعو. وين هما حوسوا كيفاش باش يطيحوا من المعنويات تاع بليلي، لكن بليلي عرف كيفاش يرد في الميدان. يعني هذا هو اللعاب اللي يعجبني، ما يروحش للاعلام يهدر ولا يروح لمواقع التواصل يهدر، يعني يعرف الوقت اللي يرد عليهم، عرف كيفاش يعني في المباراه تاع تور وين استغل يعني نادي تور، يعني ماهوش نقولوا بلي نادي كبير ولا، بصح استغل الوضعية تاع تور وقدم يعني الاعتماد تاعو. هذه وين كشف وين المدرب، هذه كنت نحوس لكم عليها، تاع المدرب بريست، وين طلب من بليلي ابعاد الضغط عليها، وين كشف ميشيل مدرب بريست الفرنسي عن الطريقة التي ستساعد جناح الجزائري يوسف بليلي على مواجهة الضغوطات التي يتعرض لها. وإن عقد التقني الفرنسي مؤتمر صحيفة بعد المباراة التحدث فيها عن بليلي قائلا: لقد قلت له بأن لا يضغط على نفسه كثيرا، نحن فريق يستهدف ضمان البقاء فقط في الدوري الفرنسي ولم نطلب منه أمر خارق للعادة. وأضاف: لقد قلت له بأنني واثق في قدرته وبأنه سيكون قادر على تقديم الإضافة النوعية لنا. يجب ألا ننسى بأنه وقبل المباراة الماضية أمام ران لم يكن بليلي قد تدرب معنا سوى 3 مرات فقط، ولكن الآن هو تدرب معنا بشكل كبير وجد تنسيق أكثر مع بقية اللاعبين، وسأقوم بتوظيفه بطريقة أحسن. شو كيفاش هو الناس بالك شافوا اللعب البارح تاع بليلي، يعني وين بليلي ما لعبش في البوست تاعو، كي تشوف بليلي ما لعبش في البوست تاعو، بليلي لعب مهاجم ثاني يعني خلف المهاجمين. هذه وين كريا له بوست، ما شافها قدام بالك امام ران نهار اللي لعب وخسروا 2-0 قيلا، شافه بلي البوست هذاك ما ساعدهش شي في البطوله، بالك بطوله فرنسيه ولا ما ساعدهش. بصح ثاني مباراة عطاه البوست اللي لعب فيه بالك صاب روحو فيه مليح، وين بليلي باش شاف روحو فيه مليح ودار مليح، شأن المباراة يعني تمني له باش يسجل، ما سجل شي، يعني يمكن نقولوا بلي قدم تمريرة حاسمة. تسجيل أهداف يعني تجيب العمل، ما غاديش تجي يعني تجيب العمل. حنا الذي نتمناو له يعني الأداء يكون في يعني
كما نقولوا حنايا في تصاعد. هذه هي وان شاء الله ربي ينجحها بركه على كي ينجح غادي مليحه ليكيب ناسيونال، كي ينجح هو مليحه ليكيب ناسيونال.